رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبجدد التحية. النهاردة مصر بتحاول أنها تبذل أقصى جهودها علشان تقدر أنها تحقق الأمن الغذائي. الحقيقة الجهود دي بتبقى معظمها موجهة طبعا للنهوض بالقطاع الزراعي وبعدين القطاع الصناعي، وإزاي وكنا شايفين دايما محاولات ودايما تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحفاظ على الرقعة الزراعية، عدم التفريط فيها، سن القوانين علشان الناس ما تخالفش، علشان نقدر أن احنا ضامنين أن عندنا إنتاج محاصيل اللي هي تعتبر سلعة استراتيجية. دلوقتي الناس كلها بتدور على سلاسل إمدادات الغذاء وبنقول أن ده هيحصل فيه مشكلة مع الأزمة العالمية. من المحاصيل الهامة جدا واللي بتلقى اهتمام من الدولة، وشفنا قد ايه ان احنا جينا في فترة من الفترات يعني كنا خايفين ومتوترين جدا من فكرة توفر القمح، خاصة مع الحرب الدائرة ما بين روسيا واوكرانيا، لان هما كانوا اكبر دولتين بيصدروا القمح لغالبية دول العالم وطبعا من بينها مصر. وعلشان احنا النهاردة بنعيش في اجواء موسم حصاد القمح، لو برضه هنفكر حضراتكم من كام شهر كان لينا لقاءات هنا ولقاءات في كل وسائل الاعلام بندعو المصريين اللي هيزرعوا القمح ان هم هيسلموا القمح وزياده وحوافز واسعار علشان نقدر ان احنا نجمع هذا المكون الرئيسي من غذاء المصريين والمصدر الرئيسي لرغيف الخبز اللي هو يعني لقمه العيش اللي احنا كلنا بنبقى محتاجينها. رئيس عبد الفتاح السيسي وجه دايما بضروره اعداد الابحاث والدراسات اللازمه علشان نقدر نزود الانتاجيه، عشان نشجع المزارعين على زراعه القمح، زي ما قلنا نتوسع في توسيع رقعه الاراضي الزراعيه اللي بيزرع بيها القمح، سواء بقى يكون قلنا بدأنا نزرع في ساحل 2.5 مليون فدان، كل ده علشان نقدر ان احنا نوصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود، باعتبار ان هذا الملف او احد القطاعات الهامة جدا هو الامن الغذائي، وده هام جدا للمصريين. نعرف بقى ونتابع النهاردة وزارة الزراعة بتعمل ايه اللي حصل في موسم حصاد القمح، يعني أهالينا من المزارعين والفلاحين أخبارهم إيه من خلال ضيفنا النهاردة دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا بسعادتك. أقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب، لأن أنا موسم الحصاد ده عندنا أساسا يعني طول عمرنا أجدادنا يهنوا بعض بموسم سواء القطن أو القمح. إيه أخبارنا بقى؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وإحنا بنقول لكل إخواتنا المشاهدين سواء داخل الدولة المصرية أو خارجها اللي شايفيننا دلوقتي، وبنخص بالصباح كل إخواتنا المزارعين ومزارعي القمح بدرجة أخص. طبعا إحنا النهاردة في موسم حصاد القمح، إحنا ربنا أنعم علينا هذا العام، الدولة المصرية خدت بعض التوجيهات وبعض التشريعات الخاصة بالقمح المصري، كان لها دور كبير وفعال جدا، واحنا كما تعودنا ان فيه يعني زي ما نقول الرؤية الاستراتيجية للمشهد. من بداية الموسم لو احنا شفنا كده من قبل ما تشوف حروب، من قبل ما نشوف اي شيء خالص، كان فيه سبق للدولة المصرية بفخامة معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صح. كانت فيه توجيهات مباشرة كده ان لازم نهتم بالفلاح المصري بالوجه العام، طيب بعدين لازم نهتم بالقمح المصري. فلم تحدث في تاريخ مصر ان يتم تسعير القمح مع زراعة القمح او قبل زراعة القمح هذا العام، صح. وليست بتسعير كلاسيكي او قديم، لا تسعير ومضاف اليه 100 جنيه، صح. يعني كان 720 قال لك لا القمح السنه دي بدون ما نشعر ان في اي شيء هيحصل، ولذلك ده اسمه السبق الاستراتيجي او الحاسه السادسه زي ما بيقولوا يعني، صح. لمتخذ القرار. وبالفعل طبعا معالي وزير التموين والتجاره الداخليه دكتور علي مصلحي مع معالي وزير الزراعه سيد القصير ووزير الزراعه واصلاح الاراضي فعلا درسوا الموضوع كويس، وتم الاعلان المبكر ب 820 جنيه للارداب زياده 100 جنيه عن العام الماضي. طبعا دي خطوه كويسه. طبعا كان في برضه سبق تاني لن نغفله من الدوله المصريه اللي هو التوسع الافقي. التوسع الافقي مش وليد اليوم، لا التوسع الافقي منذ تولي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد قيادة الدولة المصرية، كان له نظرة برضو استراتيجية بتوسع الأفق. التوسع الأفقي يعني يواكب التوسع أو الزيادة المضطردة السكانية. احنا تخطينا 100 مليون، هننتظر لإمتى؟
فكان لازم يكون فيه في التوازي توسع في الرقعة الزراعية لتأمين الغذاء. طيب دي حضرتك المليون ونصف فدان سمعنا عنهم، الاثنين مليون فدان الدلتا الجديدة احنا برضو سمعنا عنهم، وبالفعل ونجني ثمارهم اليوم، يعني الكلام ده كان من ثلاث سنوات اربع سنوات، الدلتا الجديدة العام الماضي المليون ونصف فدان بدأنا نسعد دلوقتي او بنسعد بالنجني ثمارهم. يعني احنا دلوقتي الاراضي الجديده اللي تم استصلاحها وزراعتها قبل السنه دي طلعت محصول، دخلت في الخدمه دلوقتي بيسموها الخدمه الانتاجيه الجاده. طبعا كل المساحات بمعنى ايه الخدمه الانتاجيه الجاده يا فندم؟ يعني ايه حضرتك خلاص بدات تدينا يعني ثمرت بعد الاصلاح والبنيه التحتيه وتركيب شبكات الري والاختبار الاصناف المتاحه، بدأنا دلوقتي تنزرع في مساحات موسعة زي ما شفنا في توشكا السنة دي افتتاح موسم حصاد القمح في هذه الأراضي الجديدة في مساحة لا تقل عن 50,000 فدان في هذه النقطة فقط، لكن في مساحات أخرى. الإنتاجية بقى في هذه الأراضي، لأنه بنتكلم عن توشكا مثلا تحديدا واللي احنا شفناه موسم حصاد القمح وإطلاقه بحضور السيد الرئيس، الإنتاجية شكلها إيه يعني؟ الإنتاجية ممتازة. ليه؟ الأرض الرملية الجديدة أراضي زي ما بيقولوا أراضي يعني فقيرة المادة الغذائية. فالزراعة فيها ما بتعتبرش زراعة تقليدية. فهي زراعة علمية يعني تشبه الصناعة. لأن لازم في حرص كامل، بنحلل التربة، حلل المياه، بنعرف مستلزمات النبات إيه. ولازم ندهوله خلال منظومة الري أثناء الموسم. اللي هي بيسموها التغذية المستدامة. والأصناف المتأقلمة مع البيئة. بفضل الله عندنا مركز البحوث الزراعية، قسم بحوث القمح، معهد المحاصيل الحقلية، عنده عديد من الأصناف اللي برضو مش هقول وليدة اليوم، برضو محطوطة في استراتيجية من فترات طويلة لاستنباط أصناف تتحمل هذه البيئات أو هذا الإجهاد. بفضل الله طبعا كان الأرض بقت مناسبة، الأصناف موجودة، برضو كان فيه يعني ضغط من معالي وزير الزراعة سيد القصير باستخدام الخريطة الصنفية. ليه؟ احنا عندنا في مصر يعني ايه الخريطة الصنفية؟ مصر في شمال وفي جنوب مصر. درجات الحرارة احنا بنحس بيها لما ننزل تحت في الصعيد ونطلع في الشمال، في فرق كبير في درجات الحرارة، في فرق ما بين أراضي الدلتا القديمة السمراء والأراضي الرملية الصفراء. كل ديت لازم احنا المركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء بنحط اصناف بنختبرها. الصنف ده هو لو انزرع في الاراضي القديمة هيعمل لي ايه؟ هيديني انتاجية ممتازة. طب الصنف التاني ده لو احنا زرعناه في الاراضي الطميية دي هل هيديني نفس الانتاجية؟ ولا لو وديته في الاراضي القاحلة الصحراوية هيديني انتاجية اكتر وتأقلم اكتر؟ اللي انا فاهماه كده من كلام حضرتك اللي هو فكرة التكلفة، يعني انا شايفة من اللي حضرتك بتقوله والمجهود اللي تم بذله في استصلاح هذه الاراضي، وخاصة ان الرئيس قبل كده قال ان تكلفة استصلاح الفدان حوالي 350,000 جنيه علشان يتسلم كده جاهز علشان يتم زراعته. فاحنا لو بنتكلم عن هذه التكلفة الكبيرة جدا، فاحنا يعني انا قصدي من الكلام ايه؟ ان احنا محتاجين، لا ان احنا محتاجين نحافظ على الرقعة الزراعية فعلا، لان ما يتم انفاقه وان كنا بنسعى طبعا وده هيتم علشان نقدر نعمل على الاقل نوصل لمرحلة من مراحل الاكتفاء الذاتي، لكن فكرة الانفاق اللي هي حس بقى المزارعين والفلاحين على الاهتمام بالأراضي وعدم التضحية بيها، يعني دي نقطة مهمة. زي ما حضرتك كده وضحت بالظبط، في عندنا اللي هي الأراضي الجديدة زي ما قلت برضو لسعادتك، الأراضي الجديدة ديت أراضي بندخلها بمعادش العمل الزراعي فيها عشوائي. طبعا. ليه؟ لأن الدخول العشوائي في هذه الأراضي سبب كوارث. لأن الدخول فيها بإنفاق مالي باهظ زي حضرتك ما قلت دلوقتي 250,000 و300,000 عشان الفدان يكتمل من نظام ريه، من تسويته، من زراعته، بياخد مجهود كبير جدا. وللأسف هذا المجهود لو أهمل يعود إلى الصفر. صح. عكس الأراضي القديمة اللي احنا بنحافظ عليها دلوقتي وسنت لها القوانين والتشريعات لتجريم من يتعدى عليها. لأن الأراضي القديمة الطينية ديت أراضي معطاءة. طبعا. يعني ممكن تزرعي الأراضي الطينية موسم زرعة واثنين وثلاثة. صح. للسنة الواحدة. لكن الأراضي الرملية الجديدة ديت بتحتاج مجهود كبير جدا وتحتاج تكاليف عالية
عشان ناخذ منها محصول يوازي الاراضي الايه القديمه. فطبعا التوسع عندنا اثنين من التوسع دلوقتي بيساهموا في زياده الانتاج، التوسع الافقي بزياده مساحات ارضيه، والتوسع الراسي باستخدام الخريطه الصنفيه، وبناخد كمان معانا روشتة بيسموها يعني مستلزمات الانتاج التي تساهم في زياده الانتاج، اللي هي التوصيات الفنيه الخاصه الذي يتبعها الفلاح من بدايه الاعداد الارض والبذره والتقاوي الى الحصاد. حصة مصر الإنتاجية كانت كام؟ وإحنا السنة دي إن شاء الله يعني بدأت البوادر أهي تبان، ممكن نوصل كام يا فندم؟ إيه بفضل الله سبحانه وتعالى، العام الماضي إحنا كنا زارعين 3,418,000 فدان قمح. الدولات كانوا بيحققوا لنا تقريبا حوالي 8.5 مليون طن قمح. طبعا كان بيتورد منهم تقريبا حوالي 3.6 مليون طن لهيئة السلع التموينية. والباقي ده كان ما بين القطاع الخاص، مطاحن القطاع الخاص، وما بين الفلاح المصري بيحتفظ بجزء للسوق المحلي بتاعه او السوق الاسبوعي اللي هو بيعمل فيه بيع ومبادله الايه احتياجات البيت. هذا العام فضل الله سبحانه وتعالى احنا عندنا 3,659,000، يعني عندنا بزياده تقترب من ال 250,000 فدان، يعني تقريبا عندنا حوالي 250,000 فدان زياده في المساحة الأرضية. برضو مع استخدام الخريطة الصنفية والتوصيات الفنية دي بتساهم أيضا في الزيادة الإنتاجية كمتوسط، يعني احنا بنعمل لو كنا واقفين عند 18 أردب هذا العام، أنا عندي إن شاء الله من خلال المرور الميداني أتوقع هيتعدي 19.5 أردب هذا العام للفدان. تقريبا بنحطها كده في حسبة كده إن شاء الله، يعني بسموها الحسبة النظرية لمعطيات الإنتاج اللي قدامنا، ها تقترب من 10 مليون طن هذا العام في الدولة المصرية. برضو حصل ان القرار الوزاري الصادر من وزارة التموين كل عام بالنسبة لتوريد الأقماح كان بيقول لك التوريد اختياري، لا توريد الأقماح هذا العام توريد الانتاج بالكامل بحد أدنى 12 أرداب بالفدان، وده طبعا لازم ان الدولة المصرية ليست في معزل عن العالم، صحيح تؤثر وتتأثر بالمتغيرات الدولية. ومن ضمن المتغيرات الدولية احنا كان لنا اسواق يعني كنا بنستورد منها اقماح، وطبعا وبفضل الله احنا لنا مناشئ اكتر من 21 منشأ اخر ممكن نستورد منهم اقماح، لكن احنا دلوقتي بنقول كيف تدير ازمة في وقت بسيط لحين الاتزان، ما هو دلوقتي الازمة دخلت صح وفي في فترة معينة، فلازم يكون فيه يعني ادارة هذه الازمة بحكمة لو وصلنا لمرحله الاتزان، وبعد كده بننطلق الدوله زي اي دوله في العالم. طيب ايه بقى عشان فكان الاتزان اتفضل في هذه الفتره اللي هو توريد القمح اجباري، طبعا لان الدوله طبعا اساسا سباقه بمد يد العون لكل المواطنين المصريين ومنهم اخواتنا المزارعين والفلاحين بالدعم، سواء كان على السماد او الدعم في التقاوي او الدعم في المبيدات، دي بتنزل وبياخدها اخونا المزارع المصري يعني تقريبا باسعار مدعمه من الدوله المصريه. فوقت طبعا الازمه دي لازم احنا بنشارك كل المجتمع ومنهم اخواتنا المزارعين في القرارات المصيريه للدوله المصريه، اللي هي لازم نتكاتف دلوقتي، الدوله مئات السنين او عشرات السنين بتمد يد العون، ففي وقت هذه يعني الفترة الانتقالية للاتزان الاقتصادي في العالم بناخد بعض القرارات او الدولة بتاخد بعض القرارات لتيسير الامور والخروج من هذه الازمة بدون اي اضرار على المواطن المصري. فهنا دخل التوريد وقت بقى اجباري، وبفضل الله سبحانه وتعالى هذا العام ربنا من علينا بموسم شتوي تقريبا ما حصلش من 45 سنة. ان الموسم الشتوي يمتد لغايه 5 ابريل. يعني دي ما حصلتش قبل كده، ان المطر والبروده امتدت لغايه 5 ابريل الماضي. انا معاك، هو اخر حصاد القمح تقريبا 25 يوم او شهر عن الاعوام الماضيه كلها، بس ده كفاءه اعلى. مردوده ايجابي مش 99 لا 100%. طب كويس، في زياده المحصول وجوده الايه الحبوب، يعني المحصول بفضل الله هيزيد، والحبوب اللي بناخدها بعد الحصاد والدراس
الجوده بتاعتها نشوفها دلوقتي بيسموها كهرمان، يعني حب القمح كده تحطيه على ايدك، حبوب مضيئه وثقيله الوزن، دي معناها ان فيه جوده عاليه جدا في هذا المنتج. وان شاء الله احنا دلوقتي يعني وزاره التموين بتستقبل هذه الاقماح. سمع ان في زحمه شديده جدا والناس بتشتكي ان في والله هذا الزحام برضو، احنا قاريين السيناريو بتاعه مع وزير التموين الدكتور علي مصلحي وطبعا كل الفريق اللي معاه، واحنا معاهم ان شاء الله في هذه الحوارات، ان في اربع جهات مسوقه للاقماح وتحت مظله هيئه السلع التموينيه، اللي هي العامه للتسويق والقابضه للتسويق والمطاحن وشؤون البنك وتدارك الازمه دي. عملنا في حاجه اسمها المفارش الخاصه المصرح بها من وزاره التموين. يعني ايه مفرش خاص؟ يعني ابدل ما كل التجار او الفلاحين يركزوا على الاربع جهات دولت، يبقى كده احنا الشرايين ده هتكبر شويه. صحيح. فكان من المقترح ان المفرش دي عباره عن تاجر برضه بيعمل مكان امن مظبوط ومفروش بالمشمعات عشان لعدم حدوث اي اضرار بالمحصول، وياخد ترخيص، مش ترخيص بياخد فيه معاناه، لا بيروح بس للاداره لمديريه التموين او لاداره التموين وبيسجل نفسه كهو موجود كتاجر وبيمضي له وبيختم له، والمكان بالجي بي اس معروف بحيث يبقى فيه تردد ورقابه على هذا المكان. وهذا المكان طبعا اللي اخواتنا الفلاحين لما ودوا في القمح بيديله الاسم والمساحه والكميه اللي تم توريتها، لان هذه المستندات بتامن الفلاح ان هو ورد القمح بتاعه. العائد على التاجر بيبقى ايه بقى يا فندم؟ العائد على التاجر هنا اللي هم ال 15 جنيه النقل. العائد على التاجر ال 15 جنيه للنقل، زائد ان في يعني حاجه بسيطه كده وزاره التموين بتديها لمين؟ للتاجر حافز، يعني حافز نظير ان هو بيجمع هذه الاقماح ويوصلها الى اماكن التخزين الامن. في الحاله دي احنا كترنا النقاط دي ليه؟ عشان نقلل الزحام. دي بنسميها نقط تلامس، بتبقى قريب حتى من الفلاح. لان حضرتك التسعير برضه توجيهات فخامه الرئيس من شهر تقريبا فات قال لك لا انا مش عاوز ال 820، حاولوا تدوا حافز اضافي برضه للمزارعين وترفعوا عن الكاهل بتاعهم حبه في نقل المحصول بتاعهم. فتم اضافه 50 جنيه على لكل اردب مورد، بقى كام؟ 870 جنيه، زائد 15 جنيه كمان اللي هو نقل المحصول وتسويقه. يعني برضو الاعباء اللي كان تحميل وتعتيق ونقل 15 جنيه على الاردب، قال لك لا برضو تتحملها الايه؟ الدوله. فبقى الاردب تقريبا دلوقتي ب 885 جنيه. واحنا شايفين ان هذا السعر سعر برضه مجزي للفلاح في هذه الفترة، وبنأمل إن شاء الله إن طبعا إن الحس الوطني عند إخواتنا المزارعين والفلاحين يعني إحنا بنراهن عليه وبنراهن على وطنيتهم. ما هو بان أهو وبنراهن على وطنيتهم بالفعل، يعني وهم بيحبوا البلد، والميديا دلوقتي أو الإعلام بصراحة إحنا بنشكروه لأنه ساهم معانا مساهمة فعالة في توصيل المعلومة لكل بقاع الدولة، وكل اخواتنا المزارعين اللي احنا اتكلمنا فيها من خلال التلفزيونات او من خلال القناه الفاضله صدى البلد وصل بالفعل لاخواتنا المزارعين. طب قول لنا بقى ايه المحافظات عشان نهنيهم برضو على الهواء دلوقتي، يعني اهالينا بقى ايه المحافظات دلوقتي الاكثر انتاجيه للقمح؟ المحافظات الاكثر مساحه وانتاجيه للقمح طبعا على راسهم محافظه الشرقيه. طب ده يعني اهالينا في الشرقيه يعني الله يكرمهم. محافظه الشرقيه طبعا، وعندنا محافظه البحيره وعندنا محافظه الدقهليه وعندنا المنيا. الدقهليه برضو ترفع راسنا. طبعا وعندنا المنيا وعندنا كفر الشيخ، يعني دي من المحافظات اللي فيها مساحات كبيره. لكن طبعا في محافظات اخرى اكتر من 18 محافظه بتزرع القمح والانتاجيه فيه ممتازه جدا 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 طبعا، وكلهم يعني اهتموا بهذا المحصول هذا العام، لان بصراحه المحفزات هي دي الدافع الرئيسي لزياده الانتاج. هو لما الفلاح يضمن تسويق المحصول بتاعه بياخد مكسبين، اول شيء يقول لك المحصول بتاعي بيدي انتاجيه مرضيه، فانا ههتم بيه لان سعره انا راضي بيه، فيبدا يتعامل معاه وياخد التوصيات الفنيه من بدايه شراء التقاول لخدمه الارض، اولا شراء التقاول منطقاه، مكافحه الحشائش، رعايه المحصول اثناء الموسم، الحفاظ عليه في معاد الحصاد من الهدر وضياعه،
او انفراطه في الارض، لانه عارف ان كل هذا المجهود هيرد عليه بزياده في انتاجيه بالارداب قيمتها مرضيه للفلاح طبعا. فهنا لما الفلاح بيبقى مبسوط اساسا من السعر بيقدر ان هو ينتج بالظبط. اكيد. واحنا النهارده بنشتغل، والحقيقه ده اللي عودنا عليه سياده الرئيس، فكره تقييم التجربه. يعني احنا اكيد عملنا خطوات وزاره الزراعه قامت بيها ووزاره التموين قامت بيها علشان نقدر ان احنا نوصل لموسم حصاد للقمح مرضي، وفي نفس الوقت نبقى حققنا يعني خطوات ان احنا نزود من انتاجنا علشان نقدر ان احنا نكفي احتياجاتنا. ايه المشكلات اللي واجهتكم اللي انتوا بقى ان شاء الله الموسم الجاي هنبدا ان احنا ناخد بالنا ان في، هل كان في معوقات، كان في مشكلات؟ حضرتك لولا الخطه الطموحه القوميه للصوامع المعدنيه التي انشئت، لا ده دي احنا كنا ضعنا خالص بصراحه. هي دي فعلا، ما هي دي يعني بيت الخزين، صح، البيت اللي انت هتخزن فيه. احنا في 2015 كان كل الساعات التخزينيه واحد وتقريبا واربعة من عشرة مليون طن. يعني طب لو في زيادة هيروح فين؟ طبعا كان للشوان المفتوحة والشوان الترابية والهدر والفقد والكلام ده. فكانت هناك خطة طموحة من توجيهات فخامة الرئيس عفتاح السيسي، لازم يكون عندنا سعة تخزينية تكفي لما حصلنا الاستراتيجية وعلى رأسها القمح. النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى مشروع الصوامع، مشروع قومي ل بناء الصوامع داخل الدولة المصرية، بيستوعب دلوقتي حوالي 3.5 مليون طن. يعني داخل صوامع آمنة، بالإضافة أن في عندنا هناجر وعندنا بناكر وعندنا مخازن في شوام في البنك الزراعي المصري، خرسانية وآمنة الاستخدام، وعندنا اللي سموه السحب اليومي موجود. يعني لو في فائض كمان ممكن حاجة اسمها السحب اليومي أثناء الحصاد أو أثناء الموسم من خلال وزارة التموين يسحبوا ويدخلوه الطحن مباشرة. عندنا إن شاء الله يعني تتعدى الستة مليون طن. يعني دي شيء مبشر جدا إن إحنا أمننا التخزين بتاعنا. بدأنا نحتاجه إمتى؟ النهاردة أهو. إحنا دلوقتي في أزمة محتاجين محصول كبير من إخواتنا المزارعين أو الفلاحين، فلازم كان يكون في مكان آمن للحفاظ عليه. طيب إيه الشق الثاني؟ الشق الثاني ان هو برضو الهدف الاستراتيجي اللي هو الاصناف. احنا عندنا تنوع بيئي داخل الدوله المصريه وتنوع ارض، في اراضي طينيه واراضي رمليه، في محافظات شماليه فيها البروده عاليه وفي محافظات جنوبيه فيها الحراره عاليه سن. هل وقفنا مكتوف الايد؟ لا، عندنا سيل من الاصناف. في عندنا دلوقتي اصناف للقمح تقريبا في 8 اصناف قمح للخبز، وفي تقريبا 4 اصناف قمح مكرونه، دولت واسع الانتشار والتداول في الدوله المصريه. طبعا وكلاهما بيدخل في صناعه الخبز، لكن في اصناف خاصه لقمح المكرونه اللي هي عاده بتزرع في الصعيد، لكن هي برضو بتدخل معانا وهي عاليه الجوده وممتازه جدا. طيب هل احنا واقفين عند هذا الحد؟ لا، عندنا في بيسموها الاصناف الاستراتيجيه. يعني قسم بحوث القمح دلوقتي عنده عديد من يعني الاصناف. يعني احنا المشكله يعني انا هل المعوقات اللي كانت في الموسم ده ان احنا محتاجين سلالات جديده كمان من القمح مثلا بزياده انتاجيه؟ هل احنا محتاجين نتوسع في ابحاثنا اكتر؟ هل محتاجين نتوسع في صوامع اكتر؟ هل محتاج يعني ايه الرؤيه المستقبليه؟ ما احنا عايزين دايما، احنا بنقول ان وزاره الزراعه اكيد عندها رؤيه مستقبليه ان احنا مع الزياده السكانيه طبعا الكبيره وكل حاجه، واحنا عارفين ان احنا مهما انتجنا يعني امتى، لكن امتى كل سنه ممكن نوصل لحل وسط مرضي ما بين الاستيراد للقمح وما بين انتاجه محليا؟ ما زال دلوقتي احنا الصوامع مستمره في الانشاء، يبقى في توسع على طول في الساعه التخزينيه. تمام. وما زال البرنامج البحثي لاصناف متاقلمه مع الاراضي المصريه ما زال مستمر الى الان. وبرضه هل احنا محتاجين نستورد سلالات من بره يا فندم ولا؟ حضرتك العلم ليس مغلق على الدوله المصريه. يعني افاق الباحث أو العالم في هذا الاتجاه مش مكفولة على الأصناف المحلية بس، في طرق كتيرة جدا لتربية النبات سواء في القمح في الذرة في الرز في جميع المحاصيل المختلفة، في بيبان للعلم والعلم مفتوح للجميع ومكفول للجميع، لكن احنا العلم بيوجه للايه؟ للمشاكل اللي داخل الدولة المصرية. صحيح. يعني احنا بنقول دلوقتي احنا في حزام الجفاف، يبقى كل شغلنا دلوقتي مركز مش من النهاردة، من 20 سنة، مش عايز أقول لك من 30 سنة. يعني أنا الماجستير بتاعي كانت هناك في سنة يعني كام و80،
كنا بنشتغل على تأثير نقص المياه أو الإجهاد الرطوبي على الذرة. يعني شوف احنا بنشتغل من سنة كام؟ لا انا عارفة ان مركز البحوث الزراعية من سنة 83 84 بنشتغل على المشكلة اللي احنا عايشينها النهاردة اللي هو الإجهاد الرطوبي أو نقص المياه. وبنشتغل عليه على المدى الطويل، لأن البحث العلمي النتاج بتاعه ما بيتمش في لحظة أو في سنة، لا لا بيبقى نتاج شغل كتير جدا وتصفية معلومات وأبحاث، بنوصل في النهاية للصنف، لأن الصنف ده ما بيتصنعش، الصنف ده عبارة عن مادة وراثية أو تركيب وراثي إحنا بندور عليه، وبفضل الله سبحانه وتعالى في طرق كتيرة جدا للتربية في هذا الاتجاه والاستنباط، وفي يعني زي ما بيقولوا كده حلقات تقييم عديدة جدا. فإحنا بفضل الله بالنسبة لكل الأصناف الاستراتيجية في الدولة المصرية، سواء قمح، ذرة، رز، قطن، خلافه، في أصناف منزرعة حاليا، في أصناف استراتيجية موجودة بالفعل، لكن إحنا طبعا ما بنطلعش كل اللي في الجعبة ونعرضوه، لا إحنا بنطلع الاحتياجات، مجموعة معينة للاحتياجات. لا احنا مستنيين بقى الحاجات اللي في الجعبة دي اللي إن شاء الله تطلع لنا علشان بقى نبدأ ان احنا نزود انتاجنا. انا بشكر حضرتك جدا دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، شرفتنا ونورتنا يا فندم. ان شاء الله دايما كده اللقاءات تبقى مبشرة ومفرحة كده الصبح، ان الناس تطمن ان الحمد لله الدنيا ماشية كويس. انا بشكر حضرتك جدا يا فندم. شكرا لسعادتك. شكرا ليك. مشاهدينا الكرام، يعني اهو يعني طمأنة على الصبح وبشرة خير، واحنا دايما زي ما بقول احنا الشعب المصري بطبيعته بيفرح بفكرة الحصاد وفكرة الخير اللي داخل، والخير اللي داخل البيوت والخير اللي داخل البلد، يعني يعني ده تحديدا بيبقى بداية تفاؤل. الحمد لله الأمور ماشية كويس، أكيد طبعا عندنا مشاكل زي دول العالم كلها، لكن بنحاول بالإدارة الجادة والحكيمة والرشيدة ان احنا نقدر ان احنا نتخطى بإذن الله الأزمة، وياما أزمات مرت على مصر بس عدينا منها. بشكر حضراتكم جدا، يعني كده بتكون انتهت حلقتنا النهاردة، بكرة أشوفكم على خير، لكم مني كل التحية ومن أسرة برنامج صباح البلد.